السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنقدم لكم واحد لاكلاص كيجي زوين بالكراميل ومنكهة ديال الكراميل ومكسرات، كيجي زوين. يلا معايا تشوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير ديالو. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا على خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم لاكلاص بنكهه الكراميل، كيجي زوين كيجي رائع. هنايا حطيت المكونات كاملين اللي غنذكر لكم كاملين، تابعوا معايا المراحل. كنحتاجوا فيه عندي هنايا جوج صاشيات ديال فلو ديال الفاني، عندي 150 غرام ديال اللوز مهرمش، عندي اي بسكوي بنكهه الكراميل، عندي تقريبا جوج ديال الفلو ديال الفاني، عندي كريم شانتي ولاغلاس كراميل او فاني اللي بغيتو، واطرو ديال الحليب وجوج فلون ديال الفاني. هنا عندي لا كريم شانتي وعندي لاغلاس ديال الفاني، هادشي اللي كنحتاجو، وهادو هما المكونات كاملين اللي كنحتاجو في هاد لاغلاس. وما نساوش الحليب يكون بارد باش ان شاء الله يجينا لاغلاس رائع. هنايا غادي نخوي ساشيه ديال لا كريم شونتي، وغنخوي لا غلاس فاني، وجوج ساشيات ديال الفلون، وان شاء الله غادي نخوي الحليب شويه بشويه طيب يعقد لي الخليط ديالي. منين طلعت لا كريم شونتي مع لا غلاس فاني، غادي دابا نزيد عليهم داك دانون كراميل والفلو ونخلط العناصر كامله. صدقوني هاد لا غلاس كيجي رائع، كيجي زوين. هنايا غادي ندير داك اللوز مهرمش، غنزيدو على الخليط، وغادي نزيد داك البسكويت هو مهرمش، وغادي نخلط. هنايا غندير واحد شويه ديال لاصوص كراميل، اي صوص كراميل عندكم موجوده متوفره، نزيد على هذا الخليط هذا. دابا هنايا غنفرش واحد البابي فيلم، غنفرشو من التحت في اي مول اللي عندكم متوفر، انا غنديرو في هذا المول هذا، وغادي نخوي ان شاء الله الخليط ديالي. Thank you.
دابا منين ساليت لاكراس ديالي غادي دابا نديرو في هاد نفرش شي حاجه في المول ونخوي الخليط ديالي وغنديرهم دابا في المجمد ان شاء الله. ما غنزينهم حتى الغد ليه تقريبا باش ياخذوا ليا الوقت اللي يكون كافي باش يتجمدوا. دابا ان شاء الله تالغدا ونشارك معكم الطريقه ديال التزيين ديالهم. هو لاكراس ديالنا دابا منين يوجد كيجي الشكل ديالو رائع وكيجي زوين. دابا ان شاء الله نبداو نزوقوه، غنزوقوا بلاصوص كراميل او اي حاجه بغيتو نتوما واي حاجه متوفره. بسم الله. هذا داكشي اللي بقى ليا غادي ندير ليه صوص الشوكولا من الفوق باش يكون عا واحد شويه ديال التغيير وصافي. بالنسبه لذاك المول الاخر غادي نزوقو باي حاجه، انا غندير فيه لاصوص الشوكولا كنوع من التغيير. لاكراس ديالنا زينته بهذه الطريقه هذه، نتمنى يعجبكم ويعني تبارك الله راه كيخرج واحد الكميه اللي هي زوينه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عندنا بلي لايك وديروا لنا اشتراك، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.